كل عام وأنتم بخير وأخباط مصر بخير، عيد القيامة المجيد غدا، ويعني في ظل طبعا يعني ذهب عيد الفطر وجاء عيد القيامة، وكل الأديان بتدعو إلى المحبة والسلام، لكن الشيطان يعبث في الأرض ويعبث في المنطقة. النهاردة بنتكلم على التوتر المتزايد الموجود في الشرق الأوسط، سواء يعني توتر من حروب إقليمية إلى تحديات في العمليات الإرهابية، تحديات كبيرة جدا. إيه علاقته ده بالأمن القومي المصري؟ طبعا العالم كله يدرك أن مصر هي بوابة الشرق الأوسط، وأن احنا رمانة الميزان في الشرق الأوسط. طبعا يعني ده في خطورة كبيرة جدا ما يحدث من توترات أو من تطورات كمان في الموقف على أمننا القومي. لكن احنا عندنا طبعا أجهزتنا، عندنا رئيسنا، عندنا كل الاستراتيجيات الممكنة لمواجهة أي تحديات على أمننا القومي المصري. النهاردة بصدد في هذا الحوار أن نعرف ما هي هذه التحديات التي تحدث والتطورات في تحديات وتوترات الشرق الأوسط، وكمان إيه سبل مواجهة هذه التحديات والحفاظ على أمننا القومي. سعدني أن يكون معي في هذه الحلقة سيادة العميد حاتم عاطف، الباحث والمحلل السياسي. كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بيك. طيب أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. أولا يعني خلينا ناخد كده زي ما بيقولوا سكان، يعني نعمل سكان على الوضع في الشرق الأوسط. إيه أنواع التوترات الموجودة حاليا؟ نتكلم على فلسطين، نتكلم على إيران، نتكلم على التوترات في ليبيا، نتكلم على تركيا، يعني اعمل لنا جولة في هذه التوترات اللي موجودة. الحقيقة طبعا الشرق الأوسط بيعاني من مجموعة من الضغوط والتوترات اللي ما حدش يقدر ينكرها. طبعا إيران بتستغل هذا لفرض سيطرتها ونفوذها على الدول العربية وبالأخص على دول الخليج بأزرعتها في المنطقة، إن هي بتمدها بالسلاح والمعلومات لفرض سيطرتها على الدول العربية ودول الخليج. ويمكن بغرض إيه فرض السيطرة هنا؟ والله فرض السيطرة ده بقى حضرتك ممكن تقول ابتزاز للدول العربية ودول الخليج بالأخص. أنا دلوقتي أما هدد إيران، يعني دول الخليج دايما بالتواجد الإيراني والمد الشيعي هيحتاجوا أن هم يأمنوا نفسهم، هيروحوا لمين؟ يروحوا لأمريكا للمصانع الأمريكية يطلبوا السلاح، فبالتالي أنا كده شغلت المصانع الأمريكية. فهو أنا دايما بقول أن إيران دولة وظيفية تخدم للمصالح الأوروبية، تخدم المصالح الإسرائيلية الأمريكية الإسرائيلية. ونسيبنا بقى من يعني التمثيليات اللي حضرتك بنشوفها، وأزرع إيران في العراق وأزرع إيران في اليمن والحوثيين والضربات اللي بيعملوها في البحر الأحمر. الهدف ده كله يمكن أما حصل طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر بدأ يحقق بنك أهداف كبير جدا لإسرائيل وأمريكا. بنك الأهداف ده بدأ يظهر بوضوح يوم ورا التاني وشهر ورا التاني. الأساس أمريكا بدأت تستغل هذا الموقف. أمريكا مش عايزة الصين تكون رقم واحد اقتصاديا. طبعا الحوثيين والضربات للحوثيين في البحر الأحمر، وطبعا ده أثر تأثير كبير جدا على قناة السويس وعلى داخل قناة السويس في ظل الأزمة الاقتصادية الغير عادية. خلينا نشرحها للناس الحتة. تمام. يعني حضرتك بتقول إنه الحرب الأمريكية الصينية الباردة اللي موجودة بينهم تجاريا على المستوى التجاري حتى، والصين بتستغل أو بتستخدم باب ملاحة مهمة هو قناة السويس، فافتعلوا مشكلة عند باب المندب علشان الملاحة تتأثر بالنسبة للصين. بالضبط. ده المفهوم يعني. طبعا. تمام. عشان يعني طريق الحرير الصيني رئته قناة السويس. مزبوط. أنا دلوقتي أما وقف قناة السويس وعطلها هبدأ أشغل الطريق الثاني وطريق رأس الرجاء الصالح، ولو إن طريق حالي يعني الطريق اللي هو الخليجي أمريكي بيقولوا قدامه فترة ومحتاج كتير من يعني الأموال عشان يكون حائز التنفيذ. تمام. ولكن دي خطوة على الطريق.
ده جانب من ده التوترات جانب. ايه الجانب الثاني عندنا طبعا حرب، يعني مثلا التوترات الارهابيه اللي بتحصل، يعني من يمد بالارهابيين في المنطقه؟ لا، هو المد الشيعي ايران هي من تمد اذرعها في العراق والحوثيين في اليمن، تمدهم بقى بالاسلحه المتطوره، باللقطات الاقمار الصناعيه، تمدهم بالمعلومات، والغرض السيطره على اهم ممر ملاحي اللي هو ممر باب المندب ومن داخله طبعا قناة السويس، والتحكم في 30% من حجم التجارة العالمية. طبعا ده ممر خطير جدا، ويعني عليه علامات استفهام كتير جدا. شفنا التمثيليات حضرتك اللي يعني لاحظناها الفترة اللي فاتت، الضربات الإيرانية لإسرائيل و300 مسيرة وصاروخ باليستي وصاروخ بدون إصابة حتى، كل ده ما فيش واحد يتجرح. وشفنا برضو الرد الإسرائيلي غريب جدا، هي تمثيليات الغرض منها اشغال الشرق الاوسط، الغرض منها تمرير المخطط الاكبر وهو اجتياح رفح. يعني انا شايف ان التمثيليه الايرانيه والرد الاسرائيلي والضربات الايرانيه والاسرائيليه المتبادله كلها عشان الهاء العالم شويه لحين تنفيذ عمليه رفح. اذا حضرتك شايف انه يعني الاجتياح في رفح قادم لا محال؟ والله انا من وجهه نظر الشخصيه انا شايف ان الاجتياح قادم، لان في اهداف وبنك اهداف كبير لامريكا والاسرائيل هيتحقق. خلينا نتكلم، هي زي ايه؟ اسرائيل هي امريكا وامريكا هي اسرائيل. تمام. اسرائيل قدامنا، امريكا بتعرضها، لا ما تجتاحيش رفح، لا اجتياح رفح ده هيبقى فيه خراب ودمار وضحايا كتير، ولكن ما بينهم اضرب اضرب. انا كده كل دي تمثيليات بتتعمل على الدول العربية. واحنا للأسف السوشيال ميديا بتاعتنا والإعلام بتاعتنا بيتناول هذه الموضوعات بسذاجة. دي أمريكا مش عايزة إسرائيل تضرب. لا، حضرتك شايف انه هناك ازدواجيه في المعايير، يعني مثلا ادانه كبيره جدا لروسيا في بعد مشكلتها مع اوكرانيا، لكن لم تحدث اي ادانه للمجتمع الاسرائيلي ولا للجيش الاسرائيلي في اللي عمله في غزه مثلا. ده بالنسبه للمجتمع الدولي، حتى ولو ما يظهره انه ادانه سطحيه، لكن هو في الباطن موافق. يعني والله هو كلب مكيالين. احنا زمان حضرتك واحنا شباب بنسمع عن الديمقراطيه والديمقراطيه الامريكيه والاوروبيه، للاسف اتضح للواحد ان كل دي اوهام، كل دي شعارات كانوا بيضحكوا علينا بيها كدول عربيه وشباب عربي بيصدق ويخلونا نعمل ثورات في بلادنا ونصور على الحكام بتوعنا على اساس ان ما عندناش ديمقراطيه. طب اين الديمقراطيه الان فيما يحدث في امريكا والجامعات الامريكيه وجامعه كولومبيا واجتياح جامعة كولومبيا عن طريق الشرطة؟ كل دي يعني مع انهم هم المتظاهرين ما بيحرقوش ما بيولعوش، ولكن ما فيش ديمقراطية. طب يعني احنا متفقين مبدئيا ان هناك توترات كبيرة، هناك مخططات كبيرة، هناك حروب بتحدث في المنطقة، هناك ايضا ارهاب موجود في المنطقة بشكل او باخر. نيجي للدور العربي والمصري على وجه التحديد، يعني الدور العربي، هل التحالفات يعني ما هو طلعوا نسخه مع رونالد ترامب للناتو اللي هو التحالف الاستراتيجي للشرق الاوسط، هو نسخه يعني للناتو الاوروبي، فهل ده يعني فعال مش فعال؟ هل هناك تحالفات اخرى ما بين مصر والدول العربيه لحمايه الامن القومي العربي مبدئيا؟ والله يعني قصة وموضوع الأمن العربي ده موضوع كبير، موضوع وإحنا شباب كنا بنحلم بيه وبنسمع عبد الحليم وشادية والوحدة العربية. المرحلة الخطيرة دي من عمر الوطن تحتاج يعني زي ما بقول بقى مشرط جراح، تحتاج ان كل الدول العربية يتناسوا مصالحهم الشخصية. محتاجين جيش عربي موحد، محتاجين قرارات سياسية موحدة تبعد تماما عن المصالح الشخصية، ونغلب المصلحة العربية على كل يعني حاجة بنعملها. لازم يكون في دور قوي وفعال للجامعة العربية. الجامعة العربية لازم يكون، يمكن انا شايف في الافق يعني تحالف مصري اماراتي، في المستقبل هيبقى مصر اماراتي سعودي، تنضم الاردن يعني معاهم، التحالف ده هيبقى هيقدر يقاوم ويجاوب
جابه. انا عايز تقييم حضرتك كمحلل سياسي للتحالفات اللي موجوده على ارض الواقع دي، هل هي ايضا فعاله في مواجهه ما يهدد الامن القومي العربي؟ والله التفاعلات والتوحدات العربيه دي لسه لم ترقى للي احنا عايزينه. لم ترقى اللي احنا عايزينه، لان انا قلت وبقول ويمكن طلعت في برامج كتيره اتكلمت، ان لم يتوحد القرار العربي في هذه الفتره الحالكه من عمر الوطن متى يتوحد؟ امتى؟ صحيح. يعني احنا شايفين في مخططات أوروبية وأمريكية وإسرائيلية، وإحنا العرب يعني عمالين نصدق. لازم الدول العربية تتوحد، لازم القومية العربية، لازم يبقى في الكروت العربية. حضرتك إحنا الدول العربية دلوقتي، النفط، الغاز، كل الكروت العربية دي أنا شايف كمحلل سياسي لو استخدمتها الدول العربية والقادة العرب الاستخدام المناسب. خلينا واقعيين بقى، احنا لو ضغطنا ضغط مناسب على امريكا الحرب دي هتتوقف فورا. طيب ازاي الدول العربيه؟ هل احنا واحد يقول لي يا عم هو انت الدول العربيه هتضغط على امريكا؟ والله نضغط. احنا عندنا من الكروت العربيه يعني النفط، الغاز، ده حصل يعني من حرب 73، يعني حرب 73 اللي انا فيها العزه والعبره. اسبوع بالكامل خلينا يعني الناس الامريكان نفسهم هم اللي بيعملوا مظاهرات ويقولوا وقفوا الحرب. لازم الموقف ده يتوحد الآن وتستخدم الكروت العربية للدفاع عن مصير الأمة العربية. طب إيه تأثير التوترات دي على الوضع الاقتصادي في مصر مثلا؟ طبعا التوترات دي مؤثرة تأثير كبدا على الوضع الاقتصادي. ولنا في قناة السويس العبرة والعظة. يعني احنا قناة السويس اللي أهم دخل العملة يعني طبعا كانت بتدخل السنة اللي فاتت 10 مليار دولار. احنا يعني في انخفاض بنسبة 40 و50%. خلينا نتكلم بواقعية وصراحة للناس. الحوثيين وضرباتهم مأثرين تأثير كبير جدا على باب المندب وقناة السويس المصرية. وبيرجعوك لورا عشرات السنين. يعني ادركنا يعني للاستاذ حاتم للتهديدات دي كبير، يعني كما نرى من تصريحات صناع القرار والسياسيين، فادركنا لهذه التوترات كبير، لكن احنا كيف نؤمن امننا القومي في الوقت الحالي؟ والله تأمين أمننا القومي الحمد لله احنا عندنا ست الرئيس السيسي وصناع القرار المصريين منتبهين ومدركين ومستعدين لجميع السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة. غير المتوقعة طبعا، غير متوقعة، لأن دايما العدو بتاعنا هيعمل سيناريوهات أنت مش عامل حسابك عليها. يعني انت تبقى مجهز في اتجاه معين تلاقيه دخل في اتجاه تاني. انما الحمد لله احنا عندنا القيادة السياسية بتاعتنا واعية جدا ومدركة لحجم خطورة الامر ومتدرجة جدا. ويعني احنا عندنا، يمكن انا بيعجبني الرئيس السيسي قوي في السياسة بتاعته والقيادة المصرية، ما فيهاش اندفاع، فيها بعد رؤية، حكمة، ما فيها حكمة. لا عن السابق طبعا، لا الوضع اختلف جدا بالنسبة لمصر للمحافظة على الأمن القومي المصري. صحيح. يعني ناس كتير وأنا بسميها سوزج، ما نروح نحارب الجيش المصري. احنا الجيش المصري حارب كتير وجبنا سينا وحررنا أرضنا، سينا اللي ضاع فيها مئات الآلاف من الشهداء أيام 67 وأيام 73، أيام الإرهاب اللي مصر استطاعت القضاء عليه في عهد الرئيس السيسي. ده كان أكبر خطر يداهم الدولة المصرية. طب عموما لو شرحنا للمشاهد، يعني هو تأمين أي دولة لأمنها القومي بيجي بإيه؟ بتسليح قوي، يجي بتعدد علاقات دولية، بيجي بعلاقات دبلوماسية قوية. يعني إيه الاستراتيجية اللي بتوضع لأي دولة مش مصر بس علشان تأمن من أمنها القومي؟ والله احنا نتكلم الأول بالنسبة لمصر. نعم. يمكن السياسة المصرية في السنين اللي فاتت في عهد الرؤساء السابقين كانت متجهة اتجاه كامل نحو أمريكا. نعم. دلوقتي بدأ صنع القرار المصري والقيادة المصرية، لا أنا يبقى علاقتي متوازنة مع جميع الدول. صح. بقدر واحد. صحيح. وأراعي الأول مصلحتي، ومع مراعاة مصلحتي دي أراعي مصلحة الآخرين. وده يبقى في توازن قوي، وده اللي احنا ناجحين فيه جدا. نعم. وصنع القرار المصري ناجح فيه باحترافية شديدة جدا، مدرك لحجم المخاطر، القضايا اللي بتمر بيها مصر، و
ستيب باي ستيب ماشي بالراحه. هم عندهم مخططات عايزين يحققوها وانا بالراحه بحاول افشل لهم المخططات دي. هي لعبه، احنا في لعبه ولعبه كبيره. اللي هيفوز فيها صاحب النفس الطويل وصاحب بعد الرؤيه الكبيره والنظره الصاخبه. هل العلاقات الدبلوماسية ممكن أن تحل هذه التوترات؟ يعني المحادثات بالسلام، الدعوة إلى حوار، الدعوة لمؤتمرات دولية، يعني كل المحاولات السلمية من الممكن أن تحل التوترات؟ والله حضرتك يمكن تستغرب، أنا شايف كل الحاجات دي مضيعة للوقت. مضيعة احنا بنضحك على نفسنا. طبعا يعني لو نرجع أول أحداث غزة دي في 7 أكتوبر وسيادة الرئيس السيسي ندى لمؤتمر دولي للسلام صحيح. في العاصمة الإدارية، يعني لو خدنا هذا المؤتمر وهذه الدعوة الكريمة من مصر مأخذ الجد وتوحدت الصفوف العربية والكلمة العربية، إنما احنا هتلاقي بعض الدول ما حضرتش، بعض رؤساء الدول العرب ما حضروش، ما كانش في موقف عربي موحد. وجينا بعدها بشهر كامل في السعودية ما اتعمل القمة الإسلامية العربية. متى تتوحد؟ بص حضرتك، هو الموضوع كله توحد الدول العربية والوحدة العربية في مفهوم واحد، الوحدة العربية، جيش عربي موحد، اقتصاد واحد، ما دورش على مصلحتي، لا دي مصر مزنوق، لا احنا عايزين العرب يبقى فيه تكافل. بس ده حلم قديم، ما هو حلم قديم ومش قادرين نحققه بشكل لازم يتحقق في الفترة دي. وفي حد هيقول لك يعني من الدول العربية يقول لك احنا مصلحتنا الأولى، ما هو يعني. حضرتك المشكلة ان كتير من الدول العربية لا انا مصلحتي فين وهروح ليها. صحيح. طب ما كده ده اللي بيشوفه. هو فرق تسد، هو الغرب، الإدارة الأمريكية الإسرائيلية ممكن يعمل له خلاف ما بين مصر ودولة عربية، عشان ما انت هو عاوز يخليك متفرق، لان احنا لو اتجمعنا احنا كقوة عسكرية، كقوة اقتصادية، هنعمل حاجات كتيرة جدا. انما هو مش عايزك تعمل كده. يعني دول الخليج زمان كانت هتعمل عملة موحدة، الدنيا اتقلبت وزيارات امريكية، ما هو انا مش عايزك تكبر، انا عايزك تفضل محتاجني على طول، عايز ايران تفضل تضغط عليك عشان تقول لي تعالى احميني، عشان تقول لي افتحي الشركات بتاعتك بتاع الاسلحه عشان اشتري. هو دلوقتي كله بيدور حول التطبيع السعودي الاسرائيلي. امريكا بتحاول تضغط على السعوديه باي طريقه، السعوديه حتى قواعد، هو بقى احنا الامارات ما طبعت من كذا سنه. انما السعوديه لما جت تطبع دلوقتي قالت لهم انشاء دوله فلسطينيه، قالت لهم ان انا قنبله نوويه، قالت لهم ان انا اعامل معامله دول الناتو. انما الاساس فلسطين وحل القضيه الفلسطينيه واقامه دولتين. انا بسال نفسي سؤال حضرتك واخد دور المذيع بقى، هل ممكن بعد طوفان الاقصى واللي حصل في طوفان الاقصى، هل اقامه دوله فلسطينيه الان اصبح موجود ام يعني بعيد المنال؟ انا بسال السؤال ده لنفسي. ايه الاجابه بقى؟ لا اصبح بعيد المنال، انا شايفه لا 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 بقى اضغاص احلام. احنا عندنا حضرتك بعد الخراب اللي حصل في طوفان الاقصى، انت هجرت 1.5 مليون غزاوي من ارضهم للجنوب، الجنوب اللي فيه 1.5 مليون. طب انا بسال نفسي سؤال دلوقتي، هل حماس وقيادات حماس كانوا صح اما قاموا بطوفان الاقصى؟ هل طوفان الاقصى فاد القضيه الفلسطينيه؟ انا بقعد والله بيني وبين نفسي، انت ناديت كمان ان الصفوف الفلسطينيه نفسها تتوحد. انا يمكن يعني في لقاء عربي كان من 3 ايام ناديت ان توحد الصفوف العربيه. لامتى هيفضل في مشاكل؟ الصفوف الفلسطينيه على وجه الفلسطينيه يعني لامتى هيفضل مشاكل يعني ما بين فلسطين كفتح وحماس؟ ما هو لازم انا اتنازل وحضرتك تتنازل علشان نوصل لنقطه وسط، إن فلسطين بتضيع. هل الهدنة المؤقتة دي حل، ولا أنت شايف أنه إن لم يكن هناك هدنة دائمة لوقف إطلاق النار، أو مش هدنة يعني وقف إطلاق النار، هو ده الحل الوحيد؟ والله حضرتك أنا شايف إذا لم يتم إيقاف كامل لإطلاق النار ورجوع القوات الإسرائيلية من غزة تماما وغادرة الغزة، ما نقعدش ولا نتفق على أي حاجة. هو دلوقتي في حوالي 129 أسير
إسرائيلي لدى فلسطين. يمكن مصر طبعا قايمة بجهود جبارة، المخابرات العامة بقيادة يعني سيادة اللواء عباس كامل، الرئيس السيسي محادثاته مع قطر، مع إسرائيل، مع حماس، محاولة تقريب النظر. هي الخطة دي أو المبادرة دي مصرية قديمة بتنص على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى خروج غير العسكريين، المرحلة الثانية خروج العسكريين، المرحلة الثالثة خروج الجثث. يتخللهم بقى الإفراج عن من 36 إلى 40 أسير، ووقف إطلاق النار 40 يوم. أنا بسأل سؤال دلوقتي، إحنا المبادرة هعتبر أن المبادرة المصرية نجحت، ونجحنا في إيقاف إطلاق النار لمدة 40 يوم. ماذا بعد ال 40 يوم؟ ماذا بعد كده كمان خروج الأسرى كلهم يعني 40 أسير خرجوا حصل. طب هل السؤال اللي أنا بسأله برضو النفس، هل بعد الهدنة دي هيتخللها هدنات تانية، ولا خرجنا جزء والرأي العام الإسرائيلي هدي شوية على نتنياهو لأن الدنيا قايمة عليه؟ طبعا من المعروف أن نتنياهو بيواجه كم من القضايا وقضايا الفساد، وهو نفسه الحرب دي تفضل مكملة مدى الحياة، عايز يفضل في السلطة لغاية ما يموت، ما يهموش خراب ودمار دول عربية ومئات الآلاف من الشهداء، ما تفرقش معاه. لازم توحيد الجهود العربية في النقطة دي للخروج من المأزق. أنا بسميهم إحنا في مأزق كبير جدا. يعني حضرتك متشوف إنه يعني الأمور تزداد تعقيدا طبعا، وإنه لا حل، لأنك كررت أكثر من مرة، إلا باصطفاف العرب كلهم خلف بعض والدخول في وقف هذه المهازل سواء اللي بتحصل في فلسطين أو المنطقة على كل النواحي سواء اقتصاديا او سياسيا. طيب هو سؤال، هل احنا كعرب قادرين ان احنا نوقف المهزله دي؟ والله الصبح تخلص لو عندنا النيه، وكل واحد سابه من الايجو، وكل واحد فضل الضمير العربي والمصلحه العربيه. لو كل الناس عندها الحميه والشراسه بتاع سياده الرئيس السيسي في تناوله والدفاع عن القضيه الفلسطينيه، اللي بستغرب من ناس كتير تقول لك رفح ومعبر رفح، مع اننا معبر رفح ده فاتحينه ل 24 ساعه. انتوا ليه دايما محتاجين تنقصوا وتقللوا من الدور العربي والدور المصري؟ الدور المصري دور كبير جدا مع القضيه الفلسطينيه طبعًا طبعًا. من ايام الرئيس جمال عبد الناصر. مش هيزايد علينا في هذه المنطقه، لا مزايد على هذا الموضوع. صحيح. واللي بيزايد ده واهم. سياده العميد حاتم عاطف الباحث والمحلل السياسي، بشكرك شكرا جزيلا على نبرة الصدق في التحليل كمان والموضوعية. والحقيقة احنا بنضم كمان صوتنا لصوت العميد حاتم عاطف، انه لا حل الا بوحدة عربية حقيقية، ان تتحقق بقى يعني او يتحقق الحلم القديم، واوروبا بتعمل وحدة، الولايات المتحدة الامريكية كلها وحدة، يعني تكتلات النهاردة هي القوة الحقيقية، واحنا لا يستهان بنا، احنا عندنا مصادر كتيرة جدا، وعندنا ثراء كبير جدا، وعندنا بشر كتير جدا، يعني عندنا ما يكفي ان احنا فعلا نقدر نتوحد ونصطف لوقف هذه التوترات والنزاعات، ويؤخذ لنا كمان موقفا فريدا ومميزا زي ما مصر عاملة تجاه القضية الفلسطينية. يعني عندنا الحلول، ارجو ان احنا نسعى اليها. احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي، والى اللقاء.